في ناس وقفت في ماتش الاهلي وفاركو، في ناس وقفت عند تفصيله اصرار كولر على مشاركه قفشه اساسي طوال احداث المباراه، بالرغم من هو متعرض في الوقت ده لعقوبه ماليه. فحضرتك وقفت عند التفصيله دي ولا ده شان مختلف، حته ان هو معاقب ماليا ملوش علاقه باشراكه من عدمه؟ والله برضو في النادي الاهلي بحكم ان هو مؤسسه رياضيه فبيبقى فيه لوائح، اللائحه بتقول ان اللعيب لو خالف ممكن ان انا اعمل خصم مالي او ان انا اوقفه ويبقى فيه خصم مالي. اللائحه طبعا انا مش مطلع عليها، لكن اذا اللائحه بتقول ان في خصم مالي وبالتالي يبقى لا تعني الايقاف، لا تعني في الايقاف، قرار بايقاف لاي سبب اكيد ما كانش ويبقى هيبقى فيه مشاركه. العقاب من اللاعب هيبقى عن طريق حاجات اخرى، يعني لان طبعا ما فيش مشكله ابدا ان انا بعاقبه العقاب المالي الكبير وفي نفس الوقت انا ما بخسروش 100%، وفي نفس الوقت دي وجهه نظر مدير فني. لو انا كنت هعمل حاجه عكس، يعني كنت هعمل حاجه عكسيه، فطبعا لانه في النادي الاهلي دايما بنبقى دايما ملتزمين بآراء المدير الفني وبتعليماته وبتاريخ النادي، انه القرارات دي بتبقى مفيش حد بيتجاوزها. على ذكر المدير الفني برضو، يعني فكرة ان كان في ردود افعال يعني هنقول فيها شيء من الحدة او الحسم لمارسيل كولر مع لعيبة النادي الاهلي بعد الماتشين بتوع فيوتشر وفاركو، الى اي درجة وقفته دي اللي هو عملها كانت مفيدة وكانت حافز وكانت دافع للعيب؟ والله المفروض انا بشد على ايديه، لان انا من الراجل ده من ساعه ما جه وانا بشيد بيه اشاده كامله، لانه الحقيقه عمل حاجات جيده جدا والبدايه كانت رائعه جدا ولا زالت ولله الحمد لحد النهارده. احنا ما خسرناش غير النقطتين في ماتش تعادل، وكنا كلنا شفنا الجانب التحكيمي وصل لمرحله، يعني ده احنا جايين له، ده الجانب التحكيمي جايين له في الكلام. فطبعا الوقفه ديت ان من الملعب على ما روحوش، فطبعا الحته دي بتبقى مهمه جدا. المدير الفني لما يكون متعود باستمرار بيشجع 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 مش هينفع، لازم برضو يبقى فيه نوع من الشده مع زي الاب. يعني اللحظات دي بتكون مطلوبه في علاقه المدير الفني بالفريق. انا مش بتكلم بقى عن الاهلي، بتكلم بشكل عام. يعني فكره زي ما حضرتك تفضلت كده بعد نهايه الماتش، انسوا بقى ان تروحوا على عربياتكم وتروحوا، لا كله على الاتوبيس كله على النادي وقاعده. يعني بتبقى مطلوبه الحاجات دي احيانا، دي صح؟ دي مش احيانا، دي لازم تبقى مطلوبه. ده احنا بنوصل في مرحله لما بتبقى انت مدير فني وانت مكلف ال 11 لاعب اللي في المباراه، كل واحد وظايفه في المحاضرة، انت هتعمل 1 2 3 4. في المكافآت انت كسبت المباراة وكسبتها 3 4، طيب وبعدين؟ طيب عادل النهاردة ما أداش الواجب بتاعه، انا مديله تكليفات هتعمل كده في الدفاع وهتعمل كده في الهجوم، يروح عشان ياخد المكافأة يلاقي المكافأة بتاعته مش موجودة على الرغم ان انت كسبان. ليه يا كابتن انت ما عملتش انا مش واخد مكافئتي ليه؟ طيب تعالى بقى في الاوضه كده مش قدام اللعيبه ولا حاجه، انت النهارده انا في المحاضره انا قلت لك تعمل ايه، هتمسك فلان هتدافع بالطريقه الفلانيه هتهاجم بالطريقه الفلانيه على الطرف بتروح هنا في العمق هتعمل كده هتضغط من هنا، انت عملت الكلام ده؟ ما عملتهوش، يبقى مالكش مكافاه. الماتش اللي جاي اذا الواجبات بتاعتك اديتها المكافأة بتاعتك هترجع لك. كده اللعيب الماتش اللي جاي ينزل ياكل النجيل بالمعنى الحرفي، وده اللي احنا مبقاش اي في اي فرصة تراخي، وده اللي احنا بنعمله في النادي الاهلي على مدى تاريخه. كان تبقى انت كسبان 3-4 وفي لعيب منفرد بالجول وعايز يعمل مثلا حاجة، عايز ياخد لقطة معينة يعمل حاجة زيادة، فيطلع يلاقي عليه خصم. ليه؟ لأنك أنت عملت حاجة احنا ما هياش مطلوبة. ده في القطاع الناشئين وفي الفريق الاول وفي حلو كل عشان حتة. يتاسسوا على ده من الاول من البدايه. امال ايه؟ يبقى عارف ان في التزام، انا النهارده هضغط بالطريقه الفلانيه، لو انا ما ضغطتش بالطريقه الفلانيه للمدير الفني طالبها مني، طب حصل خلل. انت ما ضغطتش واعتمدت على غيرك، طب غيرك هيضغط على اثنين ازاي؟ صحيح، منطقي جدا. فعلى طول يحصل نوع من الخلل ويبقى الجانب الدفاعي عندك فيه خلل، وبالتالي الهجمه تطلع عليك بشكل في خطورة عليه. صحيح.